خوتي السلام عليكم، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وخاصه متتبعين قناه باشا العمراني. كنقول لكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نهضر على موضوع، وهذا الموضوع هذا او هذا الفيديو هذا يكون استثنائي. على استثنائي بغيت نشرح شي امورات باش يكونوا المتتبعين ديالنا كيعرفوا بزاف ديال الحاجات. لان ملي كنهضر على شي عصابه، وخاصه بالمغاربه، شي عصابه اجراميه دوليه عايشه على برا، عايشه في امريكا الجنوبيه ولا عايشه في اوروبا ولا عايشه في الدول الخليج، وخاصه المغاربه، ملي كيقول لها خلو ديك شي خيالي او ديك افلام ديال هوليود او كذا، ملي كيسمع عصابه المغاربه، لا كاين شي بصح. من اخطر العصابات والجريمه المنظمه بصح اللي كيترأسوها المغاربه، خاصه في هولندا وبلجيكا واسبانيا وامريكا الجنوبيه، في كولومبيا وتشيلي وبيرو، عصابات بصح وجد منظمه بصح، ماشي عصابه وحده اولا جوج اولا شبكات، وماشي كيقولوا ماشي شبكات وعناصر بصح وخطيرين، وهاد الهدف ديالهم ماشي كيسرقوا بروكه ولا كيسرقوا شي حاجه، لا، ماكرو ترافيك، التجاره في المخدرات الصلبه، الكوكايين الهيروين العقرص اللي هي خطيره بصح، شي العقرص الهيروين السابعه اللي عندنا حنا هنا، لا لا شي حاجه ما تخيلهاش العقل ديالك، فهمتيني؟ وعاد التجارة في التهريب في المخدرات والتهريب ديال الأسلحة والحرب العصابات، هادشي هذا منتشر في أوروبا بزاف، وخاصة هولندا وبلجيكا مسيطر عليهم المغاربة بصح، وكاين عصابات ياخدو شبكات بحال مثلا نقول العصابات ديال الإيرانيين مع التركوس والألمان، ولكن مكياكلوش مع المغاربة أخوتي، هادشي حقيقة ماشي كنقولو بديتنا لراسنا، راه كاين الناس اللي هما واعرين في هادشي هذا وسولوهم وبحثو، والحمد لله المعلومة اليوم كاين في يدك تفزع المعلومة. وهاد العصابات هادو اللي نقولو حنا أكثر، يعني نقولو حنا المغاربة وبالأخص الشمال ديال المغرب، أخص الشمال ديال المغرب، عندك جبال الوفا وعندك التطوانيين وعندك طنجاوة ومهم وجبالة، وعند بزاف ديال المدن بزاف ديال الجهات ديال النواحي في المغرب، ولكن أكثرية شمال المغرب، يعني كيتميزو بالتهريب والمخدرات والأسلحة وزقلالة وداكشي منظم بصح، وعاد حتى الأوروبيين ولا الأجانب ولا الأمريكان ولا العالم ياخر كيضربونا من المغاربة ألف حساب وحساب، راه عارفين المغاربة شني هما، وعاد في نفس الوقت رجال، ماشي نقولك مثلا مافيات ولا شبكات ولا عناصر يعني بنادم خبازية ولا لا، هذا تبارك الله الصحة والقلدة واللحية تني هنا كاع، وانت تا هو ديك الطابع هنايا كحال، واللباس واللي قلت والمشاريع بصح، بلجيكا ولا هولندا ولا اسبانيا ولا في النمسا والالمان، تعرفين المشاريع ديال المغاربه تما، راه اوتيلات فنادق فخمه بصح كتبها هو المغربي ديالو، وكتبها مثلا مقاهي قهاوي ومطاعم بصح، ومالينهم مغاربه، الناس بخدمه بخدمه، هاد الناس هادو ماشي كيتعداو ولا بيع وشراء، انا قلت لك في الكوكايين في الهيروين في جميع انواع ديال المخدرات اللي هي المخدرات الصلبه بصح، ولكن ماشي كيتعدى، ولكن اللي كيوقع بعض المرات اللي كيوقع شي سرقه، شي واحد طول يدو على سلعه شي واحد، تما كتسمع كيحنوا شي بعضيتهم، كتسمع بخير القرطاس حاضر العصابه تعطيني نعطيك، وعاد ملي كتجي دابا ما نشرحكم واحد الامور، مثلا في هولندا كتبر بزاف ديال العصابات، العصابه شبكات منظمه، هادي منعزله عني اخر، مثلا حنا نسميتكم مراحلكم، كاين مثلا ماكرو مافيا كبيره ديال العصابه هادي، راه فيها جباله والوافه ودير المكاد، المهم وكاين عاوتاني انا قلت لكم ديك العصابه ديال السلاحف هادو العناوين ديالهم، اللي كيقولوا لهم عاوتاني ملائكه الموت، وكاين ديك الدخان الاسود، وكاين بزاف ديال العصابات، وكل وحده بوحديتها تقول عندها النشاط ديالها بوحدو، وعندها العاون اللي كيسيرها وعندها شنو، ولكن الهدف اللي كيجمعهم كامل هي التجاره في المخدرات، وكنقول تجاره المخدرات ماشي كيلو اولا جوج اولا 100 كيلو، راه الاطنان كان هي الطون جوج طون 3 طون 5 طون ديال الغابره ديال الكوكايين،
وكتجي كومنتيرات فهمتيني، كيجيو ديك الصنادق كبارين ديال الحديد قد الرموكة، كيجيو لمارسا مثلا عايش مارسا لي في روتيردام، كومنتير كينزل هنايا وكدا، وعاد مارسا مشرية كاملة مشرية بالموظفين ديالها بالدارك ديال الجمارك اللي كيخدمو تما كاملين شاريين الفلوس، شاريين الفلوس ماشي شي حاجة صغيرة ولا هادي، راه الملاير ديال الفلوس كتسلع الناس الملاير فهمتيني. وعاد كتبر دابا هاد الناس ديال المافيا، هاد الناس ديال المافيا فين كيسكنو عاوتاني، عاو أكثرية كيسكنو في ديك العمارات ديك ناطيحة الساحة اللي قرابين من مارسا، راه هي دورين تما ناطيحة العمارة كبار كتجبرو كار في الطاقة وعامل الكاميرا وراه مارسا عليها وكيشير عينو تما على السلعة ديالو، راه هي جات راه باقا ما دخلاتها وشكون اللي قرب ديك الجهة ولا هادي، والتليفونات كيخدمو فهمتيني. واللي كيوقع أنا قلت لك هي ملي كتجيب شي واحد سرق يعني براكا شي واحد داو شي حاجة شي واحد، وعاد السلعة هاد المافيات كتجيب اللومباكاج ديالها كاملة مرشومة، كل واحد عنده اللومباكاج ديالو، عنده واحد كنقول واحد اللوغو مصور تما اللي ديالو معروف، لا تسرقت كيبقى يبحثو على حساب هاد اللوغو اللي مصور معروف بحال هادي فلان، كل واحد شنو كيصور، أنا نقولك شنو مصور، كل واحد شنو مصور، هادي مصور 9000 هادي مصور واش اللي مصور تما التمساح ولا، المهم كل واحد عنده واحد الرشمه كيرشم ديالو الرشم ديالو، يعني واخا كتخبى عليك السلعه على مده ملي كتبان ان هذيك هاولينها فين هما، بداو كتدخل في حرب بصح كتدخل حرب طاحنه بصح فهمتيني. وهذا الشيء هذا اللي كنهضروا عليه حنايا، هذا الشيء هذا كتشوف دابا حنايا مثلا في المغرب في طنجه لما كتجي بهاد المخابرات والذكاء ديالو وديك الخدمه اللي كتخدموا لهم حتى هما عاوتاني كيخدموا، كتبقى هي طنجه تبرحها هولندا عاوت نفس المنظر، تبقى راه هنا الاسلحه والاطراند كوكايين وكدا والحرب العصابات اللي خفنا كيعطينا عطيك وحديتنا في كتفرج في فيلم هوليود ولا هادي، وعلاش؟ لان هادشي هذا هي سبته قدامنا كيوقع نفس المنظر فيها عاوتاني، تعاود نفس المنظر كتبقى عاطينا عطيك، علاش؟ لان عاود سبته ما تعرفوش عاود سبته شكون ملي كنهضرو حنا على سبته، كنهضرو على جبالات سبته، جبالات سبته شي حاجه ما متخيلش العقل ديالي، واخا تبغي تهضر توصفو ما تقدرش توصفو. الناس الشبكة بصح وكتبان اخر عنصر بصح عناصر الناس كتعرف العالم بالاجرام، العالم بالاجرام بصح ما كنهضرش على الحباسات ديالنا معمرين لي 30 عام كومدينا لي 20 عام هاللي ب 10 سنين، هاو كيقول لك الاجراء المجرمين كذا الناس هادو هي المنحرفين، هادو الانسان مشى فهاد العالم ديال الانحراف كيسكر كيضروب كار كينفع دا كيكريسي كيضرب كيقتل ما عرفش ملي حتى كيجبر راسو في كومدينا، لا هذاك الانحراف فقط، اما العالم الاجرام بوحدو العالم الاجرام ما تخيلوش العقل ديالك بنادم اللي عايش فيه كيفاش كيكون عايش فيه، وكيكون المحاناه ما كاينش الخدمه والقبض واللي كيتعرض له شي حاجه في الطريق ولا كينحيه وكتسمع له الاختيار لا الاختيار، واخا يكون شي مسؤول كبير عنده في الدوله تدخل له في الطريق ديالو كيقتل له. دابا يا هولندا شحال من محامي قتلوا شحال من وزير قتلوا في كولومبيا في امريكا الجنوبيه في فيما قلتي فهمتيني، وماشي عصابة عصابات ولكن عصابة المغاربة مسيطرين بزاف اخوتي على برا، ماشي هادشي اللي كنقولو بديت من راسنا ملي كنعاودو على شي واحد عمالو ولا فعالو ولا هادي او شي عصابة كذا كذا كجبنا الله دابا شي خاير، لا شي بصح شي بصح فهمتيني. حتى انا حتى انا نقولو حنا طنجة وتيتوان عاوتاني وجبالة ديالنا هنايا ورافعو العصابة بصح، كان واحد العصابة كانت كبيرة عاوتاني كيعطيو العصابة بميمون عاوتاني الوافة في الناظور وكدا عاوتاني شي عصابة، ما نعاودوكم القصة ديالو الدمين عاوتاني كيفاش قتلوه هادي والرجال ديالو شنو يعملوا، راه عصابه كبيره فهمتيني. ملي كنهضر على الناس هادو السبته هاد الناس السبته شي حاجه ما تصورهاش العقل ديالك، هاد جبال السبته هادو هما الوالا اللي هما كانوا في العالم ديال الترافيك ديال التبزنير هما الوالا، علاش هما الوالا؟ لان عاوت تنساش عاو اسبانيا عاو ثاني تقول لك العصابه اللي هما العالم الاجرام كاين بزاف وعالم كبير، وداك الشيء كتعرف يعني ما تخيلوش العقليه ديالك، واخا ديك الافلام اللي كتفرجوا راه مجرد افلام كاين شي حاجه زايده على ديك الافلام، مثلا هذيك كنقول لهم الدنيا اللي بغات مثلا اسبانيا تاعك تعرفوا فيها اللي كنقولوا حنا العرق بزاف، ها كاتالان ها الباسكوس ها الاندلسيين ها، ولكن كاين واحد النوع اخر انا عاد ممكن نسميه لكم جانيتوس اولا جانيوس، كل كيقول لهم جانيتوس كل كيقول لهم جانيوس، هادو فين كيعيشوا الجهه ديالهم عاوتاني، هادي واحد جهه في اسبانيا كيعيطوها لا لينيا، هادي جات هي جات يعني بغات الجهه ديال جبطر كيعيطوها لا لينيا، هاد اسبانيا اللي تما الحيز ديالهم كامل هاد الترافيك والاجرام والتبزنيد والتهريب والاسلحه والقتل ما كيعرفو حتى شي حاجه من غير هادشي هذا، ماشي من اليوم بشحال
وهادو هما الناس هادو هما الوالي اللي فتحوا هاد المجمع. نقول مثلا تجرب بعد هاد كوسطة البحر هاد اللي نير البحر كامله هما اللي مسيطرين عليها. هما هاد مثلا كنقولوا حنا هاد الاباطره ولا الباروز المخدر اللي عندنا حنا في المغرب كيخدموا مع هاد الناس هادو فهمتيني. وهاد الليالي هاد الجانيتوس شاري هاد الليالي كامل البحر كيتحكموا فيها بكلشي ديالو. وعاد هما الوالي اللي هما في التبزنس يعني حتى الحشيش ما كانش الحشيش كاين كيف قنب الهندية أما الحشيش هما اللي اكتشفوها. ومن اكتشفوها بقي طلعوا هما من كتامة كيشيلوا تمو كينفطوا كيجيبوا الديوا تا ظهروا جبالة عاوتاني تسبتا قال لك لا حنا نفطوا نجيبوها لكم ويجوا عندنا الديوا تا قال لك لا يبقاو تما حنا نديوها لكم. وتطور داك الشيء هذا مع مدة وش بقات الزودياكات والخدام وظهروا البارونات بزاف فهمتيني. وعاد واحد الحاجة ملي هضرنا على البارونات هذا الفيديو الاخرين اللي قلت لكم مثلا على البوكادوما هذه القصه الاخرين على البوكادوما درعت لي واحد ولد صاحبي عايش في اسبانيا. وهاد ولد صاحبي بيدو كان جاب حنا كنا حملنا مع بوكادوما نقول لكم في الحافه ديال مرشان. هو بيدو كان معانا الدري هذا وكان مشى اسبانيا شحال واسبانيا عايش تما بيخي مع راسو اسبانيا قريفه كيجي كاع كيتمكي قريفه كيتم المغرب. عيط لي قال لي اخي باش نصحح لك واحد المعلومه الدنيا هاني انا مستنصب الانسان يصح لي شي خطا او ينصحني او يوري شي عيب ديالي انا راه الراس والعين. والتعاليق ديالكم اللي كامل كنقراها وكنفرح بها وهادي كاين شي نصيحه تما راه كنخوضها بعين الاعتبار. قال لي خد باش نصحك واحد المعلومه بان قلتي بان هاد جانيتو داك اسبانيول مع داك ولد خالته ديال ولد اللاجريه مع داك بوكادوما ما قال لي ما قتلوش بوكادوما لوقتي شبروا وربطوا وخلاو شي 15 يوم تما يوم كيقرصوا هذاك قلت خاطر دود اللانجريه. اما بوكادوما ملي عرفوا بوكادوما وعرفوا كدا ديما دخل معاه في الصفقه صافي راه عرفوا داك عنده صحابو تما ما كان كيهرب بوكادوما ما كيهربش كيهرب هاد الناس هادو. قال لهم ما قتلوش هذا قلت له ولد خالته ديال دود اللانجريه. قال لي بوكادوما راه باقي عايش دابا خيط باش راه كاين في طنجه عنده واحد الشركه ديال الرموكات وكدا وهادي ومعروف طون جيميل. المهم قلت له الدنيا هاني قلت له الله حسن قول حسن من تواضع لله رفع عرفت عندك كبار المعلومه ما تعرفها صحها لي شكرا لك. المهم اللي بغينا نقولوا هاد الليني هادي كاملة هاد جانيتوس مع جبالة سبتة مسيطر على هادشي هذا كامل. المغاربة اللي هنا هاد جبالة هنا اللي هما تقصر صغير اللي ظهروا مثلا يعني ديال الدالية ولا هاد جبالة دلانجرا هادي ثم دخلوا في الخبط عاوتاني مع كيف مابقاش الكتامه وصالت عندنا لهنايا وصلت لبن حميد وغزاوة والخماس وكذا وطرا وزيد بقاو جبانه وكيعملوا الكيف صافي كلشي كيهرب الكيف اللي شاور هاد اللينيه هادي حميد الديف ها الدرقاوي ها ما عرفش شكون كذا كيخدموا عاود واحد المده كيزوروا كيظهروا الناس اخرين. اما اللي مكاين اللي هما صعابين بصح هي اللينيه اللي كنقول لك ديال جبانه سبته هذيك الناس هادوك بحال شي واحد تما دابا نعاودكم عليه كان ماشي حماق كان دخل الرعب في هاد الأبار وزاد المخدر كيف راه كيوهم هو واحد جوج بيهم كان دخلهم الرعب وكان صعيب بزاف. دابا نعاودكم الأمور ديالو عاود كيفاش عاملها عاود شي حاجة متخيلاش العقل ديالو فهمتيني. هاد الجانيتوس مع جبالة سبتة مع جبالة ديالنا هنايا كنش راه قال لي هادو الخدمة خدام. أما دابا لا دابا جمعنا نقول لك ما فيك اللي كاين في هولندا وبلجيكا ولا هادي مع هاد الغابرة قبل ما كانت ماشي قبل ماشي ما كانتش الغابره قبل كان ولكن ما كانتش معروفه ودلعه ورخيصه ولا كان اي واحد يعملها. يعني في الثمانينات كانت الغابره موجوده ولكن كانت غاليه وماشي اجي عملها مطر كان كيعملها هي من ادم لي كذا. ما صرنا دابا الغابره كلشي كيعملوا على الله واش غابره ماشي غابره. المهم هاد المافيس اللي كاينين في اوروبا اللي يعني كيقولوا في هولندا وبلجيكا دابا هما اللي مسيطرين على هاد التهريب كامل اللي في المغرب هما موالينه دابا. هذيك الجانيتوس مابقاش كياكلوا معاهم هاد العصابة المغربية موجودين كنقول في هولندا وبلجيكا. وغنقول لكم واحد عاوتاني واحد النهار نعاودكم عليه عاوتاني عارفين عايش أخانا عايش في الحومة اللي كان عايش فيها باولوس كوبا عايش تما عاوتاني مع العصابة ديالو. يعني هاد باولوس بقى قتلات أمريكان أولا شي حاجة هادشي أنا ولكن العصابة ديالو وتصيلتو وداكشي ديالو باقي ديك المنظمة اللي خدامة دابا في التهريب مخدرات والروينة عاوتاني فهمتيني. عرفنا مالك إيتشابو عاوتاني هو مشبر في أمريكا وهادي باقي العصابة ديالو. هاد إيتشابو كاين بنو كان عنده ربع ولادو عنده واحد من عمل بواد عند المكسيك دابا ديال أمريكا الجنوبية على الروينة نهضرو عليها عاود يعني. وهادو عندهم دابا العلاقة مع المغاربة مع هاد العصابة ضد هولندا دابا عندهم العلاقة معاهم دابا. وهاد المغاربة كيقول لك كيقولوا على الرجال باياش
كتبان المغربي اللي في هولندا اش كيعمل؟ كيمشي هو من كولومبيا وكيشري السخرة وكيجيبها هو كيتسنى كيتسنى تجيبها له هو اللي كيجيبها وملي كتسمع هو كيجيبها ماشي كيجيب كيلو معاه في الجيبة ولا محزن بها راك اطمن اطمن وعاد السوق العالمي شابرين لنا المغاربة دابا السوق ديال العالم بالتجارة المخدرة شابرين لنا المغاربة هما اللي بداو كيتحكموا في هادشي هذا لا حتى الدول حتى العصابة انا قلت لك التركوز ما كيفلو دابا التركوز التركوز في اوروبا كاع ما كيحملوه حنا نروحو عيدا كاع عند الله التركوز الاوروبيين كاع ما كيحملو علاش ما كيحملوهمش ما نعرف اما المغاربة كلشي كيعزهم كلشي كيعزهم وعاد وعاد الخدمة والرجولة المغاربة كيخدموا الرجولة ما كاينش لك انا قلت لك ملي كيوقع ديك الحرب ديال العصابات هي شي واحد طاق تسرح الدول السلعه ديالو ولا شي كدا واش كما راه هذا تما عنده المشكل اما طن ديش السلعه بعديتهم الخدمه خدامه بالصح والنشاط والازدهار وعاد المشاريع المغاربه هذاك عارف الدراري هنايا الدراري كنعرفهم انا بعد منهم كانوا صحابي يعني مشينا في الجوطيه هما بيرجي كاع من المحل ديال البيع والشراء عاد الناس هادو هاد الناس اللي بغيت تدخل معاهم في العصابه يدخلوا مع العصابه ولا شي موقف شي حاجه تدخل مع حبابك لا ما بغيتش تدخل تبقى ترانكيل يعملوا لك مشروع كون هي راجل يعملوا لك مشروع كبير في هولندا في بلجيكا في اسبانيا فين ما بغيتي كيعطيوه لك بداو خدم مع راسك وانت خدام خدام معاهم مشروع كبير ها بزاف ديال العام خدام على برا كيبيع ويشري في المشاريع ديالو مشيت تسمع شي بنادم كتسمع المافيا ولا العصابه اللي كيقول راه بنادم شرير ولا بنادم جاهل ولا شي حاجه الناس واعيه وقاريه وفاهمه اش كتعمل فهمتيني ولكن الخدمه الناس الفلوس عطنا ديال الفلوس عطنا ندير فلوس بصح فهمتيني وهذا الشيء هذا عشان انا بغيت نشرحو هاد كتجي ماشي مالك نبقى نهضر لك على العصابه المغاربه في هولندا كتجي والله من هذين دابا المغاربه واخده بحال بحال هنا شي حومانه في فندق شجره ولا كدا لا ماشي هو هذاك حنا العصابه رانا شي حاجه واعره الناس بفلوسها وعندها مشاريع وعندها كدا وتراك خدام وخدام وليش واحد دخل له في طريقهم كتسمع بالاسلحه وعطيني نعطيك والحار طاحين بصح حتى الحكومه الهولنديه هي ما تعلي يدها وخاصه انا قلت لكم واحد المره علاش هولندا بالضبط علاش كنقول هولندا بالضبط لان القوانين ديال هولندا ماشي قوانين اسبانيا والمانيا ولا شي دول اوروبيه لا القوانين هولندا صح كتعامل مع الناس ديال المدمنين مع الناس اللي كيتعاملوا مخدرات كتعامل معاهم عندك حق الانسان ديال بوحدي تعاوتاني انا الانسان كيكون مدمن ما عنده باش يشري لك شي حاجه الدوله كتوفر له تقول لي يجلس بعقله يم يعمل حتى شي حاجه هاك كتمنى شنو كتعمل هذا كوكايين هاك كوكايين بغيت الهيروين ها هي كتلقى واحد التريتما ديالك كتشبرها وما يتادينا شي عندها قوانين وعندها محلات عندها مثلا قهاوي خد المدمنين اللي بغى يعمل غبره قهاوي كاين اوطيلات فنادق فاخمه بصح خاص الانسان اللي هو مدمن صافي الانسان كيعمل غبره ولا هادي خصو اوطيل كيمشي على اوطيل راهو فيه المدمنين مع بعضياتهم تما قوانين ديالها هيدا هي كتجبر هاد الغبره باطمن تما وكتبر العناصر ديال الشبكة ديال المافيا كاملين تما هذا هو السبب عندك تما عندك بلجيكا بلجيكا حتى هي عند القوانين ديالها كتشبه شويه من هولندا هادو الدول هادو شي حاجه وشي دول اخرين ما كتعرفو وعاد العلاقه مع امريكا الجنوبيه كولومبيا تشيلي بيرو ها المكسيك عاودك الناس هادو كاع عاودوا معاو حالو بحال المغاربه او العصابات والخبيط واللعب الكبير انا قلت لك لي عامل كلشي هي الغامره الغبره راه خوتي راه الناس كتشكاير للفلوس راه ماشي كتبيع وتشري اولا كتغامر شي حاجه اللي هي بقيتينا هنا كتبيع الطريه خوك يبقى حياته كامله في الحومه كيبيع البورصه ولا كيبيع بابيلا وقال لك شي عنده قال لك ها وشبر طلع في التمي خرج عاود رجع عندك البورصه كيربح 100 درهم قال اه فلوس وياخذ شحال 1000 درهم انا كنشكار لك كدي مليار وجوج 13 مليار الملايير اللعب الكبير ماشي زعما شحال من وحده وتما دابا عايش تما الدراري كنعرفوهم معناك يا غيت لاجوج عايش تما الملاير بصح باخر لكنك يا غيت لاجوج او عايش تما كدا هادي ودابا كنخسر مره نخسر لكم شي واحد منو نهضروا عليه بزاف دري بهم صحابي بصح اللي عايش معايا في الجوطيه وعندي معاهم اتصال الى الان اللي عايش في هولندا اللي عايش في بلجيكا اللي عايش في اسبانيا وما كيجيش ما عنده لا كاغيت لاجوج ولكن مغامس هذا العالم ديال الاجرام والعرض الكوكايين فهمتيني انا هادشي اللي بغيت نوضحكم اخوتي وعاد ما نساوش عاوتاني ملي كنقول لكم العصابة هولندا ولا بلجيكا ولا اوروبا راه النص كبير فيهم طنجاوة عملها بالعقلية ديالك النص كبير فيهم طنجاوة دير لي مكادا وتشارج دير دير دمرشان فهمتيني وتيتوانيين وهاد اللينيا ديالنا لهنايا عاوتاني ديال قصر الصغير جبالة ديالنا هادو لهنايا والوافة انا نقول لك جبالة وهاد
طنجة وما جا وراها والوافة ومنين بتات على أوروبا كاملة. هذه هي الحقيقة، أمور ديال الإجرام، الوافة وجبالة والليمية ديال الشمال هما اللي بتات على أوروبا في الأمور ديال الإجرام والشبكات والعناصر وسيروا سيروا باش ما نطولوش عليكم أخوتي. وانتم وانا قلت لكم هادشي هذا غير باش نوضحوا الامور كيف النيه باش نعاودنا شي قصه على شي مافيا ولا شي واحد ولا هادكم هادشي ما يجيكمش شي غريب ولا شي حاجه. هادشي بصح هادشي لما كانش حنا السلطات ديالنا اللي عامله الحراسه مشدده ومزيروا الامور انت بغيتي تشوف اوروبا تجبروا عندنا هنايا. وانتم عاوتاني في الحاله الدائمه عجبتكم شي حاجه عاوتاني ما تنساوناش بافوني وتكون على زر الاشتراك وشاركوا كل جديد ديالنا وبارطاجوا وعملوا لايك وجمجموا ودعموا هذه القناه راه القناة ديالكم وكنشكركم وسمحوا لنا وخلوا شي حاجه مره اخرى وشكرا.